بالنسبه للوغو هذه مهزله وحقره للساكنه ديال اكادير. كتعرفوا بان اللوغو كيكون ديال جميع الساكنه. اشنو هاد السلطات المحليه ولا المنتخبه شنو كانوا غادي يخسروا لو كانوا داروا واحد اعلان عمومي للناس الساكنه ديال اكادير محبي مدينه اكادير؟ عافاكم راه بغينا نديروا واحد لوغو وكل شيء يبدع وكل شيء يعطي ما عنده، ومني غادي يديروا الساكنه كلها ولا محبي ديال اكادير اللوغويات غتكون واحد اللجنه غتختار مثلا واحد 10 ديال لي لوغو وغادي يتم التصويت. يعني الساكنه هي اللي غتصوت على اللوغو اللي بغات، ماشي غتفرض عليا واحد لوغو اللي انت جبتيه وانت بغيتي تغدوز معنا 50 شي بحالاتك ما مقبولاش. انا غادي نعطيك واحد الحاجه، مني كنشوف هذا الشيء مهزله. قال لك مراسم الاعتماد والمصادقه على بروتوكول ميثاق العلامات الترابيه الجديده لمدينه اكادير، باش من صيفه كتفرض عليا انت واحد اللوغو. هذه الاولى. البارح كان اجتماع في الولايه مع 6 العشيه 18 نور، قال لك افتتاح بايه بينه المدك الحاكم كلمه السيد الوالي، عرض السيد مول الشركه، قراءه مضامين البروتوكول من طرف السيد مدير شركه التنميه المحليه. هادشي كامل باش يعطيونا سمحوا لي هاد المهزله. اللوغو القديم اللي كان احسن من الجديد وبين اكادير هزها الماء. هذه الاولى. كاين غلط عاوتاني ارتكب ملي دوينا بتمازيق، راه هذا الشيء راه غلط ماشي هو هذاك. كاين غنعاود نتكلم عليها وهي حقره الساكنه ديال اكادير. فين هي المقاربه التشاركيه؟ فين هو المجتمع المدني؟ كاينين الناس اخوان اللي داروا شي حوايج زوينين، مبادرات زوينين. ندوي غير على الصنهاجي هشام، ندوي على عمر النويب، كانوا داروا واحد اي لوف اكادير. المهم شي حوايج مبادرات، هادو مبادرات صغار داروها المجتمع المدني، علاش ما نكبروش بهم؟ علاش ما تكونش مقاربه تشاركيه؟ ما تفرض عليا ما نفرض عليك شي حاجه.